النهارده عنده مدير فني جديد. مدير فني جديد دي سلاح ذو حدين. النهارده اللعيبه عايزه تثبت نفسها. طيب معلش خلوني اقول خبر مهم جدا وخبر عاجل. فضل. احمد فتحي هيلعب مكان محمد هاني، وهنقول لحضراتكم ايه السبب، ولكن تغييره حصلت دلوقتي حالا، يعني اعتقد ان تسخين ممكن ولا يعني؟ ممكن تسخين. خلينا نعرف اكتر او لما يجهز كريم. ولكن احنا عرفنا الخبر فقلنا نقوله لحضراتكم سريعا جدا. احمد فتحي سيكون يلعب بشكل اساسي في هذه المباراه بدلا من محمد هاني، وهنقول لحضراتكم. هل دلوقتي في لحماء برضه كابتن اسلام؟ عشان اللحماء لسه ما ابتداش.